تخوفاتي في علاقتي بالحساب هي متمثلة في آية قرآنية. أنا بحكم شغلي دايماً العمل المجتمعي ليه جزء وجانب كبير قوي في الشغل، ما بين بقى حملات، ما بين تطوع، ما بين نزول لدور أيتام ومسنين وخلافه. لكن أنا كل اللي بيقلقني دايماً آية، وخاف أنها تكون بتنطبق علي: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. دايما لما بنعمل حاجة من العمل المجتمعي الناس تبقى مبسوطة، وانا هدفي الاول والاخير ان نشجع بعض. يعني انا لما بننزل مثلا صورة، ننزل فيديو احنا عملنا كذا، كل هدفي يعني الى حد ما طبعا ان الناس تشارك، الناس تتعلم من بعض. لكن ايه المانع؟ الله اعلم، ما يمكن يوم الحساب اجي واكتشف ان ده كان غلط، وان الاثنين ثلاثة اللي ممكن انتقدوا قالوا لي: يا يونس، الحاجات اللي زي كده تبقى بينك وبين ربك، ما تعلنهاش، الثواب مش للإعلان، شجع من غير ما تعلن. فكل تخوفاتي في الحتة بتاعت الحساب دي إن في الآخر مش ممكن ده يطلع في الآخر كله كان على الفاضي، وبالعكس ممكن ده بدل ما أثاب عليه يكون ليه ذنب في الآخر. هي دي تخوفاتي في الحساب.